بقول لك ايه، انا كلمت صاحب المكان عليك وهتبدا شغل من النهارده. طب انت استاذنتني؟ طيب انا مش شاب قد مشغولات ومشاوير ومصالح. ليه؟ هو انت وراك حاجه؟ لا انا صايع عادي. بقول لك ايه، دي اخر مره اساعدك فيها. انا ما فيش شغلانه جبتك فيها لما جبت لي مشكله مع صاحب الشغل. ما هم اللي مستقصديني. وبالنسبه لاخر شغلانه، فاكر انت عملت ايه؟ لا دي انا مظلوم فيها، لان كانت نيتي خير. تولع في ايد الراجل وتقول نيتك كانت خير؟ ما هو اللي غبي، انا رشيت له كحول في ايده عشان خاطر الجراثيم. وبعد كده عملت ايه؟ عملت ايه؟ لا ما عملتلوش اي حاجه، جبت الولاعه ورحت مولع في ايده وسببت له حروق من الدرجه الاولى. ما في جرثومه ما كانتش عايزه تموت، قمت حرقها. حرقها؟ ده انت حرقت الراجل معاه. يا عم سيبك من دي، بالنسبه للشغلانه اللي قبلها دي بقى بالذات انت السبب فيها. انا قايل لك من الاول اني ما بعرفش اشتغل ترزي. اولا انا جبتك مساعد ترزي مش ترزي، ونفترض ان انت يا سيدي ما بتعرفش تشتغل ترزي، فحد عاقل يعمل اللي انت عملته ده؟ ما هو راجل غبي قوي الصراحه، هو قال لي انا عايز البنطلون ماسك عليا. تقوم خيطوله في اللحم؟ غلطه مهنيه عادي، كل الناس بتغلط. وبعدين انا ياما عملت غلطات، اشمعنى الغلطه دي يعني اللي ماسكها لي؟ طب اسمع بقى، دي اخر شغلانه ليك، وانت حظك بقى ان صاحب المكان ما بيجيش هنا كتير. ما بيجيش كتير ليه؟ هو مطارد ولا حاجه؟ قول لي بس. لا يا فالح، عشان انا هعرف الحقك في اي غلطه انت هتعملها، انما لو هو موجود هنترفد انا وانت من اول غلطه. عيب عليك اشرفك، وانت جايب اي حد يشتغل معاك برضه ولا ايه؟ اما نشوف. اتمنى. خد المريله دي البسها. ايه يا عم سندوتش الكفته ده؟ وانا هلبس الحاجات دي برضه؟ يا عم ده اليونيفورم لازم تلبسه. يا مش بتقول ايه؟ يعني روح انت دلوقتي. انا اروح اشوف الترابيزه اللي هناك دي وانت تقوم تشوف شغلك. اهم حاجه في شغلانتنا المعامله اللطيفه والابتسامه. الابتسامه فاهم؟ فاهم. اما نريح شويه بقى. ايه ده؟ زبون؟ استعنى على الشقه بالله. تشرب ايه يا زبون انت؟ نعم. هو قال لي نعم، بقول لك هتشرب ايه؟ انت هترد عليا وتصاحبني ولا ايه؟ هو في ويتر يقول لزبون تشرب ايه بطريقتك دي؟ صدق صح، هو لسه محذرني من النقطه دي. استنى كده وشوف الدخله دي. تشرب ايه يا زبون انت؟ مش عايز اشرب حاجه دلوقتي يا سيدي. هو ايه اللي مش عايز تشرب دلوقتي؟ لا هتشرب. عافيه يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا مش عافيه، ده بالحب والتراضي والحنيه. طب استنى شويه عليا. مفيش شويه، خلي بالك انا مجنون وتخاف مني. هتشرب ولا اعملها معاك؟ انت ازاي بتتكلم كده يا ابني؟ اصل انا خلق ايديا حبتين، وانا نازل من البيت واحد قال لي صباح الخير بطريقه ما عجبتنيش، قمت مكتفه ورميه في النيش. هتشرب ولا تدفع بقشيش؟ هو انا ممكن اعرف مين اللي مشغلك هنا؟ ضربت صاحب المحل على قفاه واشتغلت هنا عافيه. يا راجل بص، عربيات ترمس، عربيات بطاطا، كشك سجاير، ده حتى التكاتك مفيش توك توك في بلدك الا ما قال لي تعالى اشتغل معايا وانا ما رضيتش. امال وايه كمان بقى؟ سمعني. تاخد التيله. ناسا لسه قافله معايا من شويه. ناسا كانوا عايزينك تشتغل عندهم؟ لا كانوا عايزين اعمل نظافه بس انا ما رضيتش، انا قلت ما اشتغلش اقل من فرط جاره. يعني انت رفضت كل دول وجاي تقرفنا احنا هنا بقى؟ وانجز بقى عشان انت شكلك مش عاجبني اصلا ومش طايق من الصبح. انت مسجل يالا صح؟ هي وصلت لمسجل؟ ده انت مش همك حد خالص بقى. مش هممني حد، لان انا الكل في الكل هنا. على كده بقى انت تعرف صاحب المكان كويس؟ صاحب المكان ده انا اللي مشغله. وبيسمع كلامك على كده؟ ها كلام في سر كده بيني وبينك. انا ببعته كل يوم يجيب لي الفطار وبكرمش له جوز جنات في جيبه، بس ما تقولش لحد. ياه ده انت كريم قوي على كده. وعندك صاحب اللي شغال كاشير جوه بيهزقه كل يوم، اصل انا صاحبي مفتري وهو الكل في الكل زي كده. صاحبك مين ده واسمه ايه؟ صاحبي فارس، اصل هو اللي جايبني وقال لي تعالى شغلك معايا عشان صاحب المحل عبيط. وبعدين انت هتاخدني في دوكه ولا ايه؟ اسماعيل نزل له 4 ريد بول و3 مولتن كيك. ايه ده ايه ده؟ انت هتشربني على مزاجك كمان؟ يا عم انا مش عايز الحاجات دي. اسماعيل شويه كده وانزل ب4 كوبايات ميلك تشيكوري. ما تجيبش حاجه يا اسماعيل، تصدق وتؤمن بالله يا انا انت في المكان ده النهارده؟ لا بقول لك ايه، انا مش هاكل معايا الجو ده. هات 420 جنيه حساب الحاجه. هو ايه اللي 420 جنيه؟ انت كمان نصاب؟ انا برضو نصاب. مش في 20 جنيه خدمه؟ اذا كان كده ماشي، اصل انا مفتح قوي ما بحبش حد يضحك عليا. وبالنسبه للحاجات اللي انت طلبتها؟ قصدك اللي انت طلبتها لي؟ عشان ردك ده بقى كده مفيش طلبات، وروح حاسب عند الكاشير. ودي تيجي برضو اروح لوحدي؟ احنا نروح انا وانت كده سوا انجيجي لحد الكاشير. نروح سوا؟ ماله اخويا، هو انت هتهددني؟ يلا بينا نروح سوا. يلا انا هوريك. بقول لك ايه، حاسب لي الزبون ده بسرعه. ايه اللي انت بتعمله ده يا غبي؟ شفت اديك جبت التهزيق لنفسك، كويس اني جيت معاك. هو ما يقصدش، خلي بالك انا عرفته غلط وخلاص. ده صاحب المكان يا متخلف. ما انا عمال اقول ان صاحب المكان، ان صاحب ايه؟ يبقى نقل الاماكن اللي بتشغلنا فيها بعد كده.